أكد رئيس البعثة الطبية المصرية بالأراضي المقدسة الدكتور عمرو رشيد أن أكثر من 7000 حاج تلقوا الخدمة الطبية بعيادات البعثة، كما تم افتتاح 3 عيادات جديدة لحجاج السياحة، ليصل بذلك عدد العيادات إلى 27 عيادة بالأراضي المقدسة، مشيرا إلى أن عدد الحالات المحتجزة بالمستشفيات بلغ 18 حالة، ولافتا إلى أن جميع الحالات مستقرة. في الوقت الذي يعيش فيه ضيوف الرحمن أجواء روحانية للرحلة المقدسة، تواصل البعثة الطبية عملها على مدار الساعة من خلال عياداتها الطبية التي شهدت إقبالا غير عادي من قبل الحجاج المصريين لتلقي الخدمة العلاجية، كما تعمل غرفة العمليات والطوارئ بالبعثة برصد عمل العيادات الطبية وتحويل الحالات التي في حاجة ماسة إلى خدمة ثانوية وثلاثية إلى المستشفيات السعودية. احنا عندنا 304 حالة اتوجهوا لطوارئ المستشفيات وتعالجوا فيها وخرجوا، الحمد لله خرجوا كلهم تحسن. عندنا 16 حالة تم تنويمها بتشخيصات مختلفة، خرج منهم 6 حالات الحمد لله كويسين، وفي 10 لسه تحت العلاج. تمام، احنا عندنا فريق كامل من الأطباء ومن المنسقين بيقوم بالمرور على المستشفيات علشان يطمن على الأوضاع الصحية للمرضى، بالتنسيق كمان مع غرفة العمليات لأي مشاكل المرضى بيتعرضوا فيها داخل المستشفيات. نسقنا لعدد من حالات الغسيل الكلوي اللي كانت محتاجة جلسات غسيل كلوي. الغرفة هنا فيها 3 أرقام خطوط ساخنة للبعثة المصرية، دي للطوارئ شغال 24 ساعة هنا في الغرفة، فأي واحد عنده أي استفسار طبي، سواء مثلا أقرب عيادة يقدر يكشف فيها إيه، أو لو محتاج تحويل لمستشفى، أو لو محتاج إن هو مريض عنده مرض مزمن، طلع التقارير اليومية، طلع أكتر من تقرير في اليوم، على الأقل في تقريرين رئيسيين في اليوم كل 12 ساعة. ده بيبقى فيه أعداد اللي تم الكشف عليهم في العيادات، وأعداد الناس اللي توجهوا للمستشفيات، لا قدر الله لو في حالات وفيات أو حالات مثلا تم حجزها بالمستشفى يعني ما دخلتش لسه ما خرجتش، المتابعات بتاعتها. وبالتزامن مع عمل العيادات الطبية، تقوم فرق الطب الوقائي بعمل ندوات تثقيفية وتوعوية، وصلت الآن لأكثر من 700 ندوة توعوية للوقاية من الأمراض المعدية وضربات الشمس، والتي شهدت إقبالا متزايدا من الحجاج المصريين. ارتفاع درجة الحرارة اللي بنشوفها في المملكة حاليا، بدأنا ننصح الناس نعمل استرس شوية على انهم يشربوا كمية مية، انهم يحموا نفسهم من أشعة الشمس للوقاية من الإجهاد الحراري ومضاربات الشمس، وبندي نصايح برضو على التغذية السليمة، ونتابع الناس بعد ما بتخرج من المستشفى بنتأكد ان هم بصحة جيدة. انطباعات إيجابية انتابت الحجاج المصريين لما تقدمه البعثة الطبية المصرية من خدمات علاجية ووقائية على مدار الساعة. البعثة الطبية محترمة جدا، دكاترة بيعاملونا كأنهم ولادنا بالظبط. كان عندي ألم جامد في رجلي وتورم نتيجة السعي الكتير والطواف، وجيت لما شاء الله القافلة الطبية حاجة مشرفة جدا، كشفت والدكتور اداني علاج للتورم والالتهابات. حالة استنفار قصوى تعيشها عيادات البعثة الطبية المصرية، فهم يواصلون الليل بالنهار لتوفير خدمات تشخيصية وعلاجية من شأنها تحقيق سبل الراحة والأمان للحجاج المصريين خلال أدائهم المناسك. محمد حلمي، التلفزيون المصري.